شكراً. حضرة الرئيسة ترحب المملكة المتحدة باعتماد هذا القرار الذي سيؤدي إلى إيصال المزيد من المساعدة إلى غزة. كما ذكر وزير الخارجية في المملكة المتحدة، من المحطم للقلب أن نرى الأطفال تحت خطام منازل مهدمة، لا يعلمون أين يجدون الغذاء ولا الماء، ولا يعلمون مكان أهلهم. من المفطر للقلب أيضا أن نسمع قصص أسر لا تزال تعلم أين يوجد أحبائهم الذين أسروا، أخذوا رهائن في 7 من أكتوبر. ومما يحطم القلب ويفطره أن نعلم أن المساعدات مكدسة خارج غزة، ولكنها لا تدخل لتصل لمحتاجها. ونسمع التحذيرات يومية أن الناس يتضورون جوعاً، المرض ينتشر، والرعاية الصحية الأساسية ناقصة. المملكة المتحدة تبذل قصارى جهدها لإدخال كل المساعدات الممكنة. زدنا من المساعدات 3 أضعاف تلك المقدمة للمنطقة. نحن كنا من أوائل الدول التي دعت إسرائيل لفتح المزيد من المعابر. المملكة المتحدة لديها خبراء على الأرض يقدمون دعماً لوجستياً في العريش في مصر، واليوم أيدنا هذا القرار الذي سيبسط عمليات تفتيش المساعدات بما يمكن من زيادة الاستجابة الإنسانية بشكل هائل. هذا القرار يطلب إطلاق سراح الرهائن فورا ودون شروط، ويدعو لاتخاذ خطوات من أجل وقف مستدام للأعمال القتالية. ولمحو أي شك، نعلم أن هذا القرار لا يمس بحقوق وواجبات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي. يمثل هذا الاعتماد إشارة مهمة على التزام المجلس. أعمالنا اليوم وفي المستقبل لابد أن تكفل أن الفظائع التي وقعت في 7 من أكتوبر لن تتكرر أبداً. ندين إدانة قاطعة لأعمال حماس الإرهابية، ونؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وزير الخارجية ورئيس الوزراء تحدثا بصوت واضح ولا لبس فيه في الدعوة لوقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ولكن وقف إطلاق النار لن يدوم إن واصلت حماس قدرتها على العمل في الأنفاق وإطلاق صواريخ. التزامنا بأمن إسرائيل ثابت إذا تتعرض إسرائيل لتهديد من حماس. يقينا نؤيد حل الدولتين الذي يكفل الأمن والاستقرار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. كما نشكر الإمارات العربية المتحدة لقيادتها في سياق هذا القرار. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط سافر الأسبوع الماضي للأردن ولمصر للتأكد من دعمنا لكل الجهود الرامية لإدخال المساعدات بسرعة أكبر، وسنواصل العمل مع كل الأطراف لتقديم استجابة إنسانية تلبي الاحتياجات الهائلة. شكراً.